ماعز الجبال الطائر، قفزات عجيبة وهبوط آمن. ماعز الجبال هي حيوانات مدهشة تعيش في المناطق الجبلية حول العالم. واحدة من أكثر السمات البارزة والمثيرة حول هذه المخلوقات هي قدرتها على القفز من ارتفاعات خطيرة والهبوط بأمان دون أي إصابات. تعرف هذه الظاهرة بماعز الجبال الطائر. يتميز ماعز الجبال بعدة صفات فريدة تجعلها تأخذ مكانا خاصا في عالم الحياة البرية، فهي تمتلك أجساما قوية وأقداما قوية مزودة بأظافر حادة تمكنها من التصاق بالصخور بسهولة. يصل وزن ماعز الجبال إلى حوالي 70 كيلوغراما، ويمكن لبعضها القفز من ارتفاعات تصل إلى 3 أمتار أو أكثر دون أن تتعرض لإصابات. لم يكن هذا السلوك الرائع لماعز الجبال معروفا إلى حد كبير حتى وقت قريب. إذا كنت تتساءل كيف يمكن لماعز الجبال القفز من هذه الارتفاعات والنجاة بحياتها